أكد وزير الآثار أنه من ضمن التعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء أمس بقانون الآثار استحداث مادة جديدة بتنص على تغليظ عقوبة البائعين الذين يضايقون السائحين في المناطق الأثرية، لتصل الغرامة من 3000 جنيه ل 10000 جنيه. لافتة أن هذه المادة مستحدثة ولم تكن موجودة قبل التعديل، وأعلن أنه سيتم إقامة حفلات إفطار وسحور خلال شهر رمضان في قصر محمد علي والمنستيرلي، مشيرا إلى أنه سيتم تطوير المناطق الأثرية بتكلفة أكثر من مليار جنيه تتكفل بها الحكومة بالكامل. أنا سعيدة بالخبر ده، أنا من الناس اللي سعيدة جدا بخبر العقوبة للي هيضايق السياح أو السائحين. خلونا ناخد على التليفون مزيد من التفاصيل الأستاذ عبد اللطيف وهبة، محرر شؤون مجلس الوزراء بجريدة الأهالي. أستاذ عبد اللطيف، صباح الخير يا فندم. صباح النور يا فندم. أهلا بك. رأيك إيه في العقوبة المقررة الجديدة، وفي نفس الوقت برضو عايزين مزيد من التفاصيل حولها، تفضل يا فندم. اولا العقوبه فيما يتعلق بعمليات التحرش بالسائحين او مضايقه السائحين، يعني دي تاخرت كثيرا، صح، ودي كانت من الظواهر اللي بتاثر سلبيا على سمعه السياحه المصريه في الخارج. صحيح. عايز اقول لحضرتك ان يعني هذه الظاهره بالتحديد كانت خطر جدا على السياحة المصرية. ليه بقى؟ لأن السائح أولا في حاجة في القوانين في الدول الأوروبية اللي اسمها يعني الهارسمنت. الهارسمنت إحنا بنعتقد إن ده لازم يبقى تحرش جنسي مثلا، يعني في العالم العربي. لكن لو شفت حضرتك في الخارج الهارسمنت ده ممكن بالنظرة، نظر بس، يعني انك تديم النظر في واحد ولا في واحده وهي ماشيه، ده نوع من التحرش. احنا لو عملناها هنا عندنا بالنظر لا لا الموضوع هيفلت مننا. على فكره المفهوم هناك في الغرب يعني انك تقفي تبص لواحده او مش عارف ايه، ده اسمه التحرش عندهم. فدي خطوه ده احنا هنا بنبقى ماشيين في ناس معانا جوه العربيه وناس معانا جوه المحلات، لا يعني معلش عيله واحده يعني بتبقى يعني دي وشفت انت حضرتك السياحه المصريه لما كنت تروحي اي مكان تلاقي ده عايز يركبك مش عارف تاكسي، وده عايز ياخدك بالعافيه تزوري مش عارف ايه، وده مش عارف، ده كان بيأثر فعلا على سمعه السياحه المصريه. طبعا للاسف. ده بالاضافه الى ان كان عدم وجود تسعيره برضو، ان كل واحد باجتهاده برضو كان بيأثر على سمعه السياحه المصريه. ولذلك هذه الماده لم تكن موجوده من قبل. يمكن وزير الاثار، وتخيلي وزير الاثار هو اللي بيطالب بذلك، ورغم ان عندنا وزاره سياحه اعتقد ده هيكون نجاح كبير ليه جدا. ثانيا بالنسبه لقانون الاثار، احنا عندنا قانون من سنه 83 معمول به، تم تحديثه او تعديله مره واحده سنه 2010، لكن بعد الثورة 25 يناير حصل مستجدات جديدة جدا. لقيتي في أي منطقة تلاقي في مثلا عائلات بتنقب، تلاقي عصابات بتنقب، الأغرب من ذلك تلاقي راجت تجارة الآثار المصرية سواء في الداخل ومحاولة تهريبها في الخارج، هنلاقي سرقة آثار. فكل دي مستجدات ارتأت الحكومة معها ووزارة الآثار أنه لابد من تعديل القانون ليواكب مثل هذه الأحداث. ولذلك هنجد أن أصبح هناك تشديد في العقوبات في تعديلات رائع جدا. انا عندي بس سؤال لحضرتك استاذ عبد اللطيف علشان الوقت. هنا الخبر بيقول ان هيكون في تطوير للمناطق الاثريه بتكلفه اكتر من مليار جنيه، يعني ده ضمن الموازنه الجديده ولا ايه؟ عشان بس برضو نبقى فاهمين، والوضع اللي احنا عارفينه ان الميزانيه بتاعت وزاره الاثار الى حد ما محدوده، يعني ما هي بالفعل الميزانيه محدوده، لكن هناخد في الاعتبار إن إلى حد ما عودة السائحين في بعض المناطق إلى حد ما هيتم، كان في مقترح إن الرسوم إلى حد ما تزيد، فدي كلها لتطوير المناطق الأثرية. لازم يبقى فيها
اللي هي الانفاق الذاتي، بتنفق على نفسها يعني. صحيح. عايز اقول لحضرتك خبر مهم جدا، اتفضل. انه وزير الاثار هيقدم تسهيلات جدا فيما يتعلق، لان دي هتبقى مصدر رئيسي للدخل في الاثار، يعني اعاده النظر فيما يتعلق ب اللي هو تكلفه التصوير، انك بتعملي فيلم، بتعملي مسلسل، حد من الخارج عايز يصور فيلم، يصور، مهمه ينتج جدا. حاجه، فيجي هنا. كنت الاول تتعرضي يعني لاجراءات بيروقراطيه شديده جدا، فتخيلي مثلا لو جاي كاست او كرو من الخارج، ما هوش عارف هياخد موافقه ولا لا، ده غير الفلوس يعني، صح، واخده بالك؟ فده اعتقد ان هيكون من احد الموارد الرئيسيه والاساسيه في وزاره الاثار. انا قريت كمان انه، وده يمكن يكون واحد من الموارد الجديده، انه سيتم اقامه حفلات الافطار والسحور خلال شهر رمضان في قصر محمد علي وقصر مانستيري. بس عايزين نفهم يعني، هل دي مثلا لجموع يعني اللي عايز من الشعب يروح، ولا دي مثلا هيتم لا، تأجيرها هي لشركات هتبقى خاصة، حفلات ولا يعني ازاي؟ لا هي هتبقى حفلات منظمة، بمعنى ان لازم برضه هيبقى في التزام بطبيعة المكان، بمدى القدرة الاستيعابية للمكان. يعني ما نعلنش مثلا نقول هنعمل حفلة في قصر محمد علي فيقوم الناس كلها تروح ومش عارف، لا، يعني لازم برضه يبقى لها طبيعة خاصة، تنظيم خاص، لان في اي مكان في العالم، في لو انت بتروح تزور اثر بيحط لك تراك يقول لك امشي هنا وما تجيش ناحيه كذا ولا تلمس كذا. بالتاكيد. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ عبد اللطيف فهبه، محرر شؤون مجلس الوزراء بجد تقريبا. شكرا جزيلا، اصل مهم الموضوع ده، كنت عايز انا مش عارفه، انا حاسه انك عايز بس تحجز مكان يعني. اي حاجه، اصل انا ساكن قريب من قصر المنستيري، فالموضوع يعني مهم بالنسبه لنا. لكن على اي حال، كمان انت عارفه دايما افتكرت موقف، بس يعني من الحاجات اللي دايما بتحصل تحرش بالسياح، انت دايما تروح الهرم، فروح جايب مثلا السائح يقول له اتفضل، يعني يرحب بالضيف يقول له تعالى اركب الجمل ده مثلا وبتاع، السائح يعني بيبقى فاكر انه ده يعني حاجه ترحيب بيه، يركب يقول له 20 دولار يركب الجمل، مش خدت الصوره 20 دولار، فاهم؟ فالناس كانت بتبقى واقفه طبعا مصدومه. لا لا، ملف مهم وملف كبير، ويعني الافعال دي لازم فعلا يتم التخلص منها، لان هي يعني ضد اي مجهود بيتم من قبل الدوله، ضد اي تصريحات بتتم من قبل الرئاسه، يعني ضد اي رغبه بتتم او موجوده لدى اي مواطن مصري ان القطاع ده فعلا ينهض. يعني الكلام فعلا مناقض جدا، لازم يكون في حد. وانا بحيي فعلا دكتور خالد عناني وزير الاثار المصري على هذا المقترح، لان كان فعلا لازم من زمان جدا، فتحيه يعني. دكتور زاهي حواس كان بيقول امبارح انه بنعامل السياح معامله سيئه جدا، بعضهم ما بيرجعش تاني. اتمنى يكون دي طبعا بدايه التغيير الحقيقي. هنروح